بيوتي سيد غسان عطيه صاحب أبيلوس أكاديمي موجود معنا اليوم. نعرفنا أكثر على هالأكاديمية اللي بتدرب على كثير من أنواع التجميل، تدريبات من اختصاصيين من أطباء داخل أبيلوس أكاديمي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك كاتيا. عرفنا شوي على أبيلوس أكاديمي. أبيلوس أكاديمي مثل ما صرنا طالعين كذا مرة، بعدنا لحديت هلا من اهم الاكاديميات الموجودين بلبنان بالنسبه للمدربات اللي بيشتغلوا عندنا، يعني المعلمات. بالنسبه للمناهج اللي بنستعملها يلي ما حدا عنده اياها. فعم نعطي كل شيء بيختص بالميك اب وبالتاتو بالنيلز بالكوافير كل شيء، والحمد لله بعد وضعنا جيد بلبنان وبالدول العربيه. كل الاختصاصات التجميليه اجمالا موجوده عندكم كاختصاص، صح. والاختصاص بيتطلب شو من التلميذ؟ من التلميذ بس يكون واصل لدرجه من الدراسه المعينه، يعني انه بكالوريا او ترمينال، يعني بس حتى يستوعب الاشياء، حتى يكون بروفيشنال ويقدر يحكي مع الزبونات يعني ويقنعهم بالاشياء الميديكال والاستاتيك اللي بده يشتغل عليها. نحن عم نشوف بالفيديو هذا الابيلاسيون الكتريك اللي نحن اختصاصنا اهم شيء. كيف بنشيل الشعره وكيف بتكون بيرمننت هير ريموفل، ما بقعد يطلع الشعر مزبوط. عنا طريقه الميزوثيرابي هلا بواسطه الرولر، وهلا في عنا حكمه عم بيعملوهم بواسطه الانجكسيون. عنا تريتمون دو كور، عنا اجهزه من اهم الاجهزه الموجوده بلبنان وبالدول العربيه، الافيكاسيتي تبعيتهم كثير منيحه، يعني الوحده عم بتلاقي بتخسر بوزنها من اول جلسه، يعني بنفرجيها النتيجه. بنجرب نخسرها 10 سنتيم كل جلسه، يعني على 12 جلسه بتكون لقيت نتيجه مهمه. بأبيلوس هالشيء بصير؟ بسنتر أبيلوس بالسنتر. إذا في قسم للتعليم الاختصاصات وقسم للعلاجات. صح، هو السنتر كثير كبير مقصد نصه اكاديميه، نصه سبا، ونصه لشركه الديكرو اللي هي فيها شوروم كل المكانات اللي من جوا. نحن في عندنا كمان ماركت الميك اب اللي هي الكولرز شغل يو اس اي. فيها 220 لون اي شادوز من اهم الميك ابات العالم بتشتغل فيها. في عندنا سكين كير كمان، السكين كير اعطانا تريتمونات كثير نتيجتها كثير منيحه، فيها اباز دو ايرونيكا اسيد، فيها اباز دو كافيار، فيها اباز فيتامينز، يعني عم نشتغل فيها كثير منيح بلبنان وبالشرق الاوسط. عندنا جام كثير كبيره بتحكي عن كل شيء، عن البو نورمال، بو ايدراتي، بو اكنييك، بو سيش. عم نعمل تريتمونات يعني بالنسبه اكثر ما هو علاج، يعني عم بيلاقوا النتيجه يعني فارماسوتيك كمان فيها للبرودويات. وطبعا في اختصاصيين يقدروا يعني كمان يشخصوا شو المطلوب اكيد يكونوا فيزاجيست يعرفوا شو التريتمون اللي بدهم يعطوني اياه. وعندنا فرع تبعنا بالرابي بالمطيلب، عندنا فرع بزحله، عندنا فرع بسور بالبحرين وباربيل. الماشينز بديكترو شو هي؟ الماشينز كله في عندنا ماكينات الابيلوس من شغل كندا، عندنا ماكينات ستارفاك شغل فرنسا، عندنا ماكينات الدايود ليزر شغل المانيا، وعندنا عده ماكينات يعني من كل الانواع موجودين على السوق، يعني موجودين كانوا هون ولا كانوا برا. هون عم نشوف كل البرودكتس اللي عم نشوف. ايه الجام كثير كبيره، الجام كثير كبيره، يعني بدها وقت، يعني من كل ايتم في عندنا بحدود 12 كريم صنفين. هل برودكتس موجودين بالاسواق؟ موجودين بالاسواق، اي نعم. في عندنا مندوبات كمان موزعين بالبقاع، بجنوب، ببيروت، وبكل المحافظات اللبنانيه موجودين. بس اكثر بيع عندنا المصدر اللي هو العراق باربيل وبغداد، عم يبيع كثير منه هذا البرودكتس لانه في عندهم مشاكل وزبط على جلدتهم، يعني اعطاهم نتيجه فعاله الى اقصى درجات. هود الفونديشن كل شيء بيختص بالميك اب، الجام كثير كبيره. تنرجع للاختصاصات، الشاب او الصبيه اللي بيحبوا يتخصصوا اي اختصاص تجميلي قد ايه بياخذوا من الوقت لحتى يكونوا عم ياخذوا شهادتهم؟ هي الشهاده بتطلع من التربيه كل 3 اشهر، المفروض انه تداوم 3 اشهر. عندنا في عندها 150 ساعه تيوري وعندها 150 ساعه براتيك. والناس بتيجي من برا فيها تدرس عنا، هي بتحدد لنا الوقت اذا بجرف اسبوعين او 3 اسابيع او شهر فيها تبقى هون. نحن بنعمل لها كور انتنسيف وبتخلص وبتاخذ الشهاده تبعيتها وبتروح على البلد تبع الديستنيشن.
هون عم شوف سيرومز او سيرومز بس الجولد هذا سري جولد اللي مفعوله اقصى درجات يعني هذا اقوى شيء اقوى شيء موجود بالسوق يعني في عنا بيلينج جولد وعنا نانو جولد وعنا السيروم جولد نتيجتهم فعالة على الوجوه يعني لقينا نتيجة كتير قوية فيهم هودي استعملت بروفيشنال يوز ولا استعملت شخصية؟ لا لا بروفيشنال يوز بس فيها تشتغل فيهم المرأة بالبيت كمان الميك اب يلي كمان ضروري انه يكون نوعيه كمان صح تكون عم بتحافظ على البشره لا الحمد لله يعني صرنا 14 سنه بسوق الميك اب بالسوق اللبنانيه ثلاث ارباع المعاهد بلبنان بتستعمله كل المكياجيه البروفيشنال كلهم عم بيستعملوه وعطى نتيجه كثير قويه الحمد لله فإذا بأبيلوس أكاديمي رح تكون يعني الشاب أو الصبية عم يدرسوا عم ياخذوا الاختصاص اللي هن بدهم اياه، عم يتعرفوا على كل هالبرودكتس كمان ويعرفوا كمان كيف يستعملون أو كيف يوصفون إذا فينا نقول للسيدة إذا كانت بحاجة لأي شيء كله بيصير وحتى استاج يمكن كمان مأمن كمان الاستاج بيكون مأمن واذا بدهم كمان شغل كمان عم نأمن لهم شغل كانوا بلبنان ولا كانوا بالدول العربيه صارت هلا مفقود البروفيشناليست بينه والبنت اللي مع شهادات بالعكس هلا نتيجتها كثير منيحه مثل ما لاحظت انه هلا وزاره الصحه عم بتقوم بحمله واسعه كل من البنات الفاتحين يعني بلا رخص وبلا اجازات وبلا دبلومات يعني كله عم بيتسكر بالنهايه لازم تتظبط هيدي المهنه ويكون كله منظم وكله دبلومي كله معهم شهادات يعني حتى يعطوا سيرفيس منيح للكليون مين الاختصاصيين يلي بيدربوا تلاميذ؟ في عنا كارلا معلوف هلا بالوقت الحاضر في عنا نجاة وفي عنا عدة حكمة كمان في عنا دكتورة تريزا موجودة معنا باستوديو كمان حكيمة تليانية وفي عنا حكمة كمان بيعملوا تريتمونات بقلب الساطر عنا يعني البوتوكس والفيلر والميزو والسي دي فور هون عم نشوف الميك اب وحتى نيل كير حتى نيل كير موجودين عندنا النيل كيرز اهم شيء الجيل والاكريليك وال كل شيء اكسسوارز يعني حتى تطلع الست دوازات كلها كومبليت بالنسبه للماشينز دائما في ماشينز بتطلع جديد في ماشينز بتنزل على الاسواق اكيد بيكون عندكم اياها بتكون اب تو ديت بهالموضوع نحن بحكم الشغل تبعنا انه كان في عندنا شركه اوكي هي الشركه يعني اختصاص تبعها كل سنه تروح على المعارض وتشوف شو اشياء جديده بس لحديت هلا صار لنا شيء 10 سنين يعني عم تنزل مكنات بس كلهم ذات المفعول يعني ما في شيء سحري يعني بتغير اسمها بعدها هي ذاتها يعني بتتغير الموديل بتغير هونيك بس بعدها الافيكاسيتي هي ذاتها بعده الليزر بروجريسيف واي بعدها الابيلاسيون الكتريك هي بيرمننت واي بعدهم كلها هذيك التمبوراري واي بعدهم هذيك بتتغير الاسامي بتتغير الشركات بس بعده المفعول هي ذاتها ما في شيء جديد يعني صار لنا شيء سنتين ثلاثه محدودين بعدنا بالوقت الحاضر ماشينز اللي انتم بتسوقوها هي ماشينز كمان بتدربوا عليها؟ صح اكيد نحن الحلو انه التلميذه بتيجي بتتعلم على المكنات بتشتري المكنه وبتروح بتجهزها يعني مش مثل بقيه المعاهد يعني ما بيكون في عندهم اجهزه او شيء فبيتعلموا بس ما بيعرفوا اي اجهزه بدهم يروحوا او ما بيعرفوا لوين بدهم يتجهوا فنحن مأمنين لهم الكونسبت كلها سوا بتيجي التلميذه بتتعلم عنا بتخلص بتجهز كل شيء من عنا بتروح وبتفتح البيوتي سنتر تبعها وبكون كل شيء جارانتي يعني وفي سيرفيس بري كليونتيل حس انه الماشين يعني ما بتشتغل لحالها بدها كمان خبره صح يعني للاستيتيسيان فيها تعطي النتيجه لحالها وللماشين فيها وللماشين بتعطي النتيجه كلها لحالها هون عم نشوف ايبيلاسيون الكتريك هون عم نشوف الايبيلاسيون الكتريك اللي هي البيرمننت واي هون عم نشوف السير الاختصاصات هذا البادي كير الأجهزة تبعونا أنا نحن وكلاء ستارفاك تبع تولوز من فرنسا عندنا مكانات الجي 5 مبينين وراها وعندنا مكانات ستيمولاسيون اللي بتشد العضل بعد الستارفاك بالإضافة للكريمات الموجودين تبعنا يعني أبازت كافيين اللي هي بتضاعف الجسم هون عم نشوف التريتمون بالرولو بالبي اللي هو بيكسر السلوليت بيمشيهم بالسيركلاسيون سانجين
هون عندنا الكوفرتير شوت يلي هي بترخي الاعصاب وبتفتح المسام حتى يطلع كل شيء. طبعا هو علاج متكامل. اكيد المفروض انه يكون عم تتبعه السيده لتوصل للنتيجه اللي هي بدها اياها. صح، هذا بالنسبه للاكاديميه بنكون عم نعلم كل شيء يلي هو ميديكال، شعرها كيف تطلع والجلد كم طبعا نظريا هون. صح، نظريا بكون عم نشتغل نحن عليها. سيد غسان عطيه، اهلا وسهلا فيك صاحب ابيلوس اكاديمي، شكرا لوجودك معنا. ميرسي كثير، كلك ذوق. شدينا وقفه هلا بنكون مع واتسون ام تي في، خليكم معنا.